صراحة صار لي زمان حابب زوركن، وشخصيا اخترت هذا الوقت خصوصي حتى اجي ونحكي مع بعض ام وابنة. بس انت مالك ابني، وبما انك اجيت قول اللي بدك تقوله وما رح خاف منك ابدا. الاولاد الجريئين بتربيهم امهات جريئات مثلك. أمي كمان كانت جريئة. سلاح من رجلك. عدم المؤاخذة، أمي صار لها زمان ميتة، يعني نسيت حياة البيت. عملتيها بالسبانخ ولا بالجبنة؟ سم الهاري. كمان سم الهاري طيب، بس لازم أخذ لأمي موتها. يسلموا ايديك، طالع كثير طيب. لا دخيلك، بلا ما توقع حادثة ما حادثة. يعني لو اجيت من الاول وحكيت معنا مثل الخلق والناس، ومانك قاتل طفل صغير بريء ما له ذنب، بكون ام لك والكم كلكم. بس اللي بعزيني انه المرة اللي ولدتك وجابتك على هالدنيا ماتت وما شافت ابنها بعيونها قاتل وايديه مليانين بالدم. مشواري لهون مشان ابعتك لعند امي وتتعرفي عليها. انتو كتير بتشبهوا بعض. بطلت، ابنك ما بيشبهك. لو بيشبهك كان من وقت رحت على المشفى لعند ابوه اللي رباه، توصل الرسالة وبيقعد عائل. أنا ما عملت شي بيأذيه للعم، لو بدي بعمل، بس واحد مثل ابنك مانك معلمتيه يفهم بالحكي ولا بالعقوبة. الحمد والشكر لله لأني ربيت ابني إنه يخاف من الله ما يخاف من واحد مثلك. إيه فهمنا، بلا ما يخاف خلص. بس خليه يفكر باللي بيحبهن شوي، مو حرام هلأ تموتي أنت مثلا؟ يا ستي بلا ما يفكر فيكي ولا بحاله، ما بده يفكر بالعم كمان؟ شو بده يعمل لحاله بعد هالعمر هاد؟ روح انقلع من بيتي. انت واحد كلب مسعور ما بتخاف حتى من الله. انقلع من هون، خلي غيرنا يبتلي فيك. لكن انقلع. حاولي بالك. رح اكل قطعة تانية وبأوصك وبروح. هالمرة رح كون آخر واحد أكل من هالبركة الطيبة. لا تحوص كتير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلميلي على أمي.
بابا خليك وراي. نازك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عابد طلبت الإسعاف؟ إيه طلبت معلم. ما بتطلع من البيت نهائيا. أنسي بورتشين، إذا صار شي بحاسبك إليك. شو بدك فينا؟ اتركك منا. المسكينة ماتت ولا ما ماتت؟ هاد اللي نحن لازم نعرفه. فهمان؟ إصابتها خطيرة. عزيزتي بورتشين، اتصلي بإبراهيم خليه يجي. سيد فكرت، ما سمعت شو قال السيد تركي؟ الشغلات اللي ما بتناسبني ما بسمعها يا حلوة. اتصلي. بعد شوي
لهم شوي شوي. يلا بسرعة. بس لحظة. الرصاصة صابت العمود الفقري، عندها إصابات ببعض أحشاء الداخلية. اتصل بعزت ويشار وسلام، خليهم يجوا هلا لنشوف شو بدهم يقولوا. وخبر انجي كمان، خليها تجي. كل شي جاهز؟ طبعا. يلا بسرعة. يلا تركي، ما بحسن هلا سيد ميماتي.
لك حسني، شو الوضع؟ حالتها خطيرة معلم، خطيرة كتير. وين المعلم؟ هو تحت، لازم يجي أسرع من البرق بشوي. ها عابد، قلي وين المعلم؟ هو تحت. ما منعرف إرسول شو ممكن يعمل. خود احتياطاتك بالمشفى. ايه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وضع سيء معك معلم. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أكيد بتتجاوزها أمي أويه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. طلبتوا تلتقوا معي بشكل مستعجل، امبارح كنت مشغول ما قدرت اشوفكم. شو الموضوع؟ بصراحة حبينا نقابلك امبارح، بس شايفين انه تغير شيء كتير من امبارح لليوم. شو علاقة اللي بدكم تقولوه بيمه لهذا الافندي مراد علمدار؟ لو قاعدين امبارح قدامك كنا قلنا شيء تاني، واليوم غير. اللي بدنا نقوله مبارح خاطفين هشام آغا وضاربين مرادنا، شو هالمجلس هاد؟ بس اليوم رح تقوصت ام مراد علمدار بدون ما تخبرنا او حتى تاخد رأينا. لازم استأذنكم لحتى اقوص مرة ختيارة. فيك تقلي شو قصدك بهالحكي عزت آغا؟ ترى ما كتير فهمت. ارصاي قلو بي، اذا المسكينة ماتت قلي لشوف مين رح يحمينا من شر مراد علمدار. مراد علمدار من هلأ ورايح رح يمضي عمره برعاية أمه، هذا طبعا إذا عاشت المرأة. هالحكي إذا شد حاله، وإذا ما شد حاله نحن منلمه ومنحطه بشي قبر، وهيك بترتاحوا منه ومن صوته على الأخير. عمليتك هي مانا انتقام لهاشم آغا أو لمرادنا، ما هيك قولوا بيه؟ القصة مو بس هيك، هلأ رح ندخل بشغلات كبيرة، وأنا داخل بهاي الشغلات ما بدي مراد علمدار يطلع من بين أصابيعي ويزعجني. رح أسأل بعدين شو الشغل اللي رح ندخل فيه، بس لو حضرتك مقوس مراد بدل ما تقوس هالمرة المسكينة. إذا قوصت مراد لا تنسي عنده ميماتي وعنده عبد الحي، إذا قوصت هدول كمان في الدولة العميقة وفي الختيارية. بس لما قوصت هالختيارة هدول كلهم بينشلوا. عم بتقول شغل؟ أكيد بشي فرصة رح يمدوا روسنا من المستشفى ويهاجموك إلك أو يهاجمونا إلنا. لهالسبب لازم ننهي كل عملياتنا من هاللحظة لبكرة الظهر. إلنا شو العملية؟ تركيا بمرحلة انتخابات، الأحزاب السياسية رح تستعمل كل الأوراق الرابحة بين إيديها لحتى توتر المجتمع، ولازم نستغل الفرصة ونكون أكبر الرابحين من هذا التوتر. كيف يعني؟ بدنا نعمل فوضى. الخطة أنه رح نهجم على بعض أماكن العبادة ونخلق شيء اسمه الصراع بين المذاهب. وهي الهجمات بشو رح تفيدنا؟ أنا بتفيدني كل أنواع الفوضى وكل أنواع الصراع بفيدني. قوات الأمن راح تركز تماما على هذا الأمر، وأنا بصير بشتغل بالتهريب على كيفي. نحن منتضرر كتير. إذا بتحتاط للأمر ما راح تتضرر. أنت اسحاب اليوم وراءك من المحلات الحساسة، وبكرة وقت اللي بينزل سعره للأرض تشتريها مرة تانية. أنا راح أكون أكبر المتضررين،
شغل البودرة ما بيحب الريح. انت عم تحكي مزبوط يا شراغة، رح يتضرر شغلك. لازم نفتح لك مجال جديد. هي الشغلة الوحيدة اللي بعرف اشتغلها. البودرة ما بتحب الريح، بس الحب ما بيتأثر بالريح. على طول بتلتفت ناحية أوروبا، التفت شوي ناحية الشرق الأوسط. الإسرائيليين ما بيسمحوا لنا بهالشي. هاي القصة أنا بحلها، لا تشغل بالك. إذا رح تدخل بصراع مذهبي فتركيا بتتحول لبحر دم، بتجي ردة فعل كبيرة من أوروبا. شغلة المذاهب حساسة كتير وخاصة بالنسبة للألمان. ومن وين بتعرفي إنه الألمان ما بدهم يعملوا اللي أنا بدي أعمله بالضبط؟ إذا ألمانيا وراكم فأنا ما عاد إلي حكي بنوب. أنت كبري لي هاي القضية بجريدتك، بس موضوع جان توزان اللي حكينا فيه، إذا تلخبط الجو ما بيضل هون ولا لحظة. خدي اللي بدك تاخديه منه. حتى لو راح كيف ما كان مصاريهم إلا ما أخدها، أنتوا ريحوا حالكم. بس إذا ظهر إنه محمد فكرت ما مات فهي حتكون كارثة. معقول محمد فكرت ما مات؟ الخاين اللي خاننا وسبب لنا إهانة عاقبناه. مدام إنجي، جان توزان واحد ذكي، رح يفرض إنه محمد فكرت ميت، خاصة بعد شغلة أمه لمراد علمدار. طبعا شغلي هو بيقدرها. إذا بده يتحرك مع مراد علمدار ومحمد فكرت فهذا شي بيرجع له له. ما عم تلاقي الزلمة؟ عم يدوروا عليه بكل محل. أخي حكمت لا تضغط عليه، أنت كمان هلأ بينحكي بهاد. اسميني بصراحة عم دور على حدا فشخلي فيه، لا تواخذيني.
شو منعمل بهي الشغلة؟ والله ماني عارفان. أنا ما بحسن أقعد هون، بروح لعند الوصال وبحط المسدس براسه وبقول له يا أنت يا إرصوي. بعد ما تطلع ماما نازك من العملية ما لازم نترك المعلم مراد لوحده. هاي نحن جنبه، شو عم نفيده؟ قاعدين هيك على الفاضي. لازم أنت تروح لعنده، وقت بيشوفني رح يجن على الآخر. لو أنا قتلت هذا الزلمة وما لعبت معه لعبة، كان حسن يعمل مع الوالدة هيك؟ فيني استنى معك؟ بابا وينو؟ عم يقرأ قرآن. كل شي رح يتصلح، بعرف هذا كله كلام فاضي، بس أنا واثقة إنه ماما نازك رح تتجاوزها. بتعرف هي وبابا عمر وعدين بعض يضلوا مع بعض على طول. بتعرفي أنا قديش عاطي وعود بحياتي؟ كل واحد بحبه عاطي وعد، قلت لهم ما رح تتأذوا، كلهم عم بيموتوا واحد ورا التاني. لك أنا كيف طلعت من البيت، كيف طلعت من البيت وبعرف إنه السافة اللي إرصوي بده يعملها؟ أنت عملت اللي لازم تعمله، أخذت احتياطك. كيف طلعت من البيت؟ كيف طلعت؟ كيف طلعت؟ ماني فاهمان أنا كيف طلعت؟ أنا ما بعرف وين راح سلام، بس منيح اللي راح لأني تعرفت عليك عزيزي كنان. أنا راح أحكي مع أبي باللي شرحته حضرتك، والسيد سلام راح يدعم كلامك بالكامل أنا متأكد، بس إذا صارت مشكلة أنا راح أهتم فيها شخصيا. أنا بتشكرك. سيد كنان إجت خطيبتك. خليها تفوت، بعرفها على السيد حسين. بعرفك خطيبتي سلوى، السيد حسين. تشرفت بمعرفتك. يا ريت تخبر سلام اني اجيت عزيزي كنان، وخذ راحتك انت وخطيبتك بخاطركن. برافو يا روحي، دائما عمل اجتماعات عمل مع هيك ناس. كيف يعني؟ ما بيصير يكون عندي زبونات؟ بموتك. الحقيقة انت لطيفة كتير. ايه خير يا حلوة. نهاد مو مبين وتليفونه مسكر وامي كتير مشغول بالها عليه. مشان هيك اجيتي؟ قولي من الاول انك جاية تفتشي. لا تفوت بهيك قصص. على اساس تليفونه مسكر معناته هلأ فتحه. مين هي البنت اللي قاعدة جنب الكمبيوتر؟ واحدة جديدة؟ ايه حبيبتي، بس بقول للسيد سلام يفصلها فورا من الشغل. الو، انت وينك يا ابني؟ عندي شغل. في شي؟ شو ما بيصير نسأل عن احوالك؟ هلأ مو فاضي، بعدين بتصل فيك. احكي. اذا بدك تختفي من الساحة نهاد اتصل بامي وخبرها.
خلاص لا تكبروها يا، قولوا لها لأمي إني أنا منيح. أعطيني كنان. كنان بعد ما تروح سلوى من عندك رح أعطيك عنوان، تعال لعندي. بس أوعك حدا يعرف. خلاص ماشي، فهمت عليك. شايف إنه منيح؟ صدق الله العظيم. بابا عمر، ماما نازك طلعت من العملية. وين هي هلا؟ بالعناية المشددة. الحمد لله. الحمد لله يا جماعة، نجحت العملية. بس في عنا مشكلة صغيرة. شو هي تركي؟ خلصنا عم نسمع. لازم تعمل عملية تانية، وهي العملية كتير خطيرة. مو قلت تجاوزت الخطر قبل شوي؟ إذا ما دخلت ماما نازك على هالعملية يمكن تبقى مشلولة طول عمرها، وإذا دخلت على هالعملية يمكن ما تطلع منها. وغير هيك إذا ما نجحت العملية يمكن يصير الوضع أسوأ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وينه مراد؟ أمك طلعت من العملية الأولى. الحمد لله. تفضل بابا. رح تعمل عملية تانية بابا عمر؟ التانية قالوا عملية خطيرة، إذا ما عملت هاي العملية أمك ما عاد رح تمشي. وليش لحتى ما تعملها؟ طبعا رح تعملها. قلت لك خطيرة كتير يا ابني. في احتمال كبير انه امك ما تطلع منها. أنا ما فيني أعطيه قرار يا بابا. كاظم أوغلو، أنت بعدك عايش؟ إذا أنت بتسمح لي أنا رح أعيش أكثر. عيش عيش، عنا شغل معك. إرسوي قلوبي هلأ محتاجك كتير. أنا ما بشتغل معه. ليش؟ هذا مريض نفسي ما بينعرف شو بيعمل. أنا ما بيلزمني واحد ما بيعرف شو رح يعمل، أنا بيلزمني واحد ما بيعمل شي بدون علمي. إيه طيب، بس الدولة شطبتنا بفضله لأرون فيلر، حتى أنتو ما فتحتوا تمكن.
نحن دعمناكن كتير، ب28 شباط وقت دعمناكن تمردتوا وخربتوا كتير، ولترجعوا لعقلكن كان لازمكن تخسروا شوي. إرصوي بيعرف شي علاقتنا فيكن؟ أبدا. إيه لا توثقوا كتير بإرصوي لأنه مو متعود يسمع كلمتكن. شو أنا رح حطك معه على الفاضي؟ روح وخليه يعقل. بعد إذنك بدي أحكي معك موضوع مهم كتير. قول أغوز. نحن معنا إمكانيات كبيرة لتنفيذ هيك عمليات وبهالحجم. إيه. عنا خسائر كتيرة بلا ما نستخدم عناصرنا المدربين بعمليات الشارع. عم يخطر على بالي اسم بس كاظم كاشف أغلو، ما هيك سيدي؟ نحن ما منشتغل معه، ما هيك أغوز؟ الأمر بيرجع إلك سيدي. حسب المعلومات هو اللي عمل كل العمليات بتركيا والكل تحت أمره، وما في أكبر منه عميل للمخابرات. ما منقدر ننكر قدرته بالصراع المذهبي سيدي. بس هو ما كان بسواس، نفق حاله ودار عم يقول أنا عملته. انت شو رأيك بابا؟ ما بعرف يا ابني. تركي عم بيقول انه مانا مضطرين نعطي قرار بسرعة. منتأخر شيء اذا منستناها لتفيق هي وتقرر. شو رأيك ابني؟ امي رح تخاطر بالموت يا بابا، رح تقول بموت ولا ببقى بالسرير. هذا من حق أمك. طيب أنت بدك هذا الشيء؟ وما بدي كمان أخسر أمك، ما بدي كمان تبقى أمك مشلولة حتى لو في احتمال ضعيف إنها تشفى. بابا إذا نحن خسرنا أمي ما رح نسامح حالنا طول العمر لأنه أعطينا هذا القرار، وإذا ما أعطينا قرار العملية أمي ما رح تسامحنا إذا بقيت مشلولة.